مرحبا بكم مشاهدي قناة زد نيوز الإلكترونية، أهلا وسهلا بكم في هذا العدد الجديد من برنامج واش قالوا. هذا البرنامج الذي يأتيكم كل مرة من ولاية مختلفة، واليوم متواجدون بولاية باتنا وبالضبط من مطار الشهيد مصطفى بن بولعيد. سنسأل المسافرين اليوم هل ما زالت هناك ثقة بين المسافر وزميله المسافر؟ مثلا هكا كي كنت في المطار لهي جاك واحد قال لك اوصل لي هذا الامانه معاك. لا ما وصلهاش صراحه، ما كانش كونفيونس. كاينش كونفيونس، قادر يمد لك حاجه من بعد تحكم بها تلقاها حاجه اخرى. ثقه ما كانش. صرات القصه هكا من قبل؟ صرات لي اختلاف في الترك. احكي لي. اعطوني ذهب. قالوا لي ياك ذهب هبطه لنا، قلت لهم نو قدرش. ما تقدرش. ما تقدرش. على بالكش المصدر تاعو منين؟ على باليش، لازم له فاتوره. ذهب باش تدخلو لازم له فاتوره، هنا الديوان يدومونديو فاتوره. انسان هذاك تعرفه ولا ما تعرفوش؟ ما نعرفوش. جاك هكاك؟ جاك هكاك عطاني، قال لي خويا عندي شويه ذهب توصلو لي، قلت له انا. يعني لو كنت تلقاي وحده هكا ما تعرفيهاش في المطار تقول لك هاكي وصلي لي الامانه هذه ما كيش راح تجرب. ابدا. صرات لي قداه مره. احكي لنا قصه مثلا. هكا نجي من الجي ولا نجي من وهران ولا نكون مسافره نجي يقولوا لي وصلنا دواء. بلوردونونس ما نوصلش، راه قادره تكون مزوره قادره، ما كانش ثقة خويا في وقتنا هذا، الثقة ما كانش. ما نوصلش. علاه؟ درك المصايب كثروا. شفت؟ وكاين واحد عمل الاول في الباط وعطاو له فيرو، شايب كبير مسكين فيو، عطاو له فيرو ومن بعد قصوا له، عطاو له 50 اورو باش يوصلهم، والفيرو قصوه وحشاه وحشاك المواد السامه هذيك. المواد السامه درك واش راه نقول لك، حتى الخير ولا غير نقص، يعني لو كان ما تعرفش واحد هكا يعني ما مقرب يعني ليك مقرب ليك ما تنجمش. انا يعني من باب الراي ما نقدرش، علاه؟ لان ما فيها شويه هذاك، ممكن مهلوسات، ممكن تكون حوايج خطر، ما تقدرش، لازم تفتشهم ولا تعقبوا الامن. يفتشوهم له باش نقدر نديهم له. لكن تثق في الامن تاعك هو؟ فوالا نثق في الامن تاعي، يفيري فيهم هو، يفتشهم ليه يقولوا لي سي بون نقدر نعقبهم له. لكن كش ما فيهم لوش ولا ذاك بينه وبينهم. صحيح. قال انا مفتشوه. لو كان يجيك انسان كبير ثامن ما والله يعود شيخ على العكازه ما نامنو. بكري هذا خلاص. بكري قدام ما نفيقوا، صح كنا نديو، دوك عندنا تاع كيما قال الحاج قط في الشفره ما نقدروش، غير الى عاد 100% متاكدين منها باللي حاجه قانونيه نقدر نديها. حاجه ماشي قانونيه دواء ولا هذا ما نقدرش، ما تكونش عنده الاوردونونس تاع نعرفوا ونقرا هذاك الدواء اسكو صح دواء ما نقدرش. دي زاد نيوز، ان يصلك الخبر بالصوت والصوره.